صباح الخير مشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده من المجله السياحيه. زي ما احنا متعودين معاكم كل حلقه بنتعرف على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم العربي وايضا في مختلف دول العالم، وايضا بيكون ده من خلال نشره اخبارنا السياحيه او جولتنا في الاخبار، بالاضافه الى احد اهم الموضوعات اللي بنناقشها في وقفتنا الحواريه في كل حلقه. والحقيقه هيكون موضوع النهارده عن مطار سفينكس الدولي الجديد وأهميته في إنعاش حركة السياحة في قلب القاهرة، ويكون ضيفنا في الاستوديو أستاذ باسم حلقة نقيب السياحين. اسمحوا لنا قبل ما نتكلم معاكم في موضوع حوارنا النهاردة احنا نبتدي زي ما احنا متعودين بالأخبار، وأولا العناوين. انطلاق أولى رحلات العمرة للموسم الجديد في 15 من نوفمبر المقبل مع قصرها على 500 ألف تأشيرة. وزارة السياحة تطلق برنامجا لتحفيز رحلات الطيران السياحي بداية من نوفمبر المقبل. وزارة الآثار تعلن عن كشف بمنطقة آثار عرب الحصن لمقصورة احتفالات رمسيس الثاني. من العناوين بنروح للتفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنبتديها مع أخبار العمرة. وأعلنت اللجنة العليا للحج والعمرة عن أن أولى رحلات العمرة للموسم الحالي يوم 15 نوفمبر القادم، وتم تحديد موعد فتح باب التوثيق للشركات السياحية اعتبارا من غد الخميس الماضي وحتى يوم 10 ديسمبر المقبل. وبتعد هذه أطول فترة للتوثيق مما يتيح لجميع الشركات الفرصة لإنهاء إجراءاتها للعمل خلال الموسم. وكانت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة قد قررت البدء في فتح موسم العمرة مبكرا مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة التي وضعتها اللجنة واعتمدتها الوزيرة لموسم 1439. وبتتضمن الضوابط الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد ب 500 ألف تأشيرة، بيتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان. بنستكمل معاكم أخبارنا، لكن قبل الحقيقة ما نروح لباقي أخبارنا خلونا نشوف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر وبدء موسم العمرة. معانا على التليفون أستاذ أشرف صحصاح عضو غرفة شركات السياحة. أستاذ أشرف صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على مصر كلها. صباح الخير. طبعا كنا إن احنا نبدأ التوثيق مبكرا ده شيء جيد جدا وصحي لكل الأطراف، سواء كانت شركات السياحة أو المواطن نفسه أو الحكومة نفسها. تمام. ده بيدي مساحة، ومساحة كبيرة إن احنا نقدر ناخد نفسنا بشكل جيد. طيب أستاذ أشرف، كان في يعني العامين الماضيين كان في يعني تحفظات أو مطالبات ب يعني أوضاع أفضل أو تحسين إجراءات العمرة، السنة دي والموسم الجديد، إيه الجديد اللي هيكون هذا الموسم؟ مش قصة الجديد، احنا بنتمنى ان الضوابط تستمر على الاقل خالص 5 سنوات زي بعضيها كده. ضوابط هي واحده مش هتتغير، كون التوثيق يبدا مبكرا دي برضه بتدي للحكومه او للمواطن والشركه خدمه ممتازه جدا جدا. على سبيل المثال لو حصل انا بقى النهارده هعمل مده العمره كلها على 6 شهور، افضل بكتير ان انا اعملها على 3 شهور. لان لما بعملها على 3 شهور بضغط البرنامج، بيرتفع سعر التذكرة عندي، السكن في مكة وفي المدينة بيرتفع، إنما ما يكون عندي مساحة من الوقت كافية أقدر في هذه الحالة أخذ سعر الشريك في مكة والمدينة بسعر جيد، بسعر مناسب وبسعر تنافسي، وفي نفس الوقت ده 500 ألف معتمر، شركات النقل كلها هتقدر تنزل في السعر بتاعها غير ما بتكون مضغوطة كلها في وقت واحد. فالمنظومة الحقيقة بدأ بشكل جيد هذا العام، ونتمنى أنها تستمر بهذا الشكل والفترات المتقدمة نقدر نعيش فيها بشكل جيد.
أكيد ده اللي بنتمناه مع بداية موسم العمرة الجديد، أنه يتم تلافي السلبيات أو التحفظات، تجنب التحفظات اللي كان بيتم الكلام عنها تحديدا في العامين الماضيين. بنشكر حضرتك جدا أستاذ أشرف صحصاح، عضو غرفة شركات السياحة، شكرا جزيلا. نستكمل مع حضراتكم مشاهدينا أخبارنا. وأطلقت وزارة السياحة برنامج لتحفيز الطيران السياحي لتسع مدن في البلاد بداية من نوفمبر المقبل وحتى 29 أبريل 2020، وستدفع مصر 3500 دولار لكل رحلة سياحية إلى مدن طابة والأقصر وأسوان وأبو سمبل ومرسى مطروح والعلمين، بشرط أن يكون معامل الحمولة 65 ومعدل الرحلات من رحلتين إلى 10 رحلات أسبوعيا. وفي حالة زيادة العدد إلى 25 رحلة في الأسبوع بيزيد المبلغ إلى 4000 دولار ثم إلى 4500 دولار إذا تجاوز العدد 25 رحلة أسبوعيا. اسمحوا لنا مشاهدينا قبل ما نستكمل اخبارنا نرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ باسم حلقه، نقيب السياحيين. استاذ باسم اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك. بنتكلم في بدايه اخبارنا الحقيقه عن برنامج تحفيز الطيران السياحي، وده هيشمل تسع مدن في البلاد وهيكون بدايه من نوفمبر المقبل وحتى ابريل 2020. يعني في البدايه استاذ باسم لو نوضح لمشاهدينا ماذا يعني برنامج تحفيز الطيران السياحي الى تسع مدن كما ذكرناها بالخبر. هو طبعا بيبقى فيه نوع من انواع التنافس في رحلات الشارتر اللي بتتحرك لمختلف الديستنيشنز في العالم. مصر بتحاول تقدم عرض لتحفيز الطيران الشارتر بحيث يتوجه وتشجعه انه يتوجه للمدن بتاعتنا لتنشيط السياحه فيها وزياده عدد الطيران الخاص اللي بينزل فيها وبالتالي زياده عدد السواح في الاقامه. برنامج تحفيز الطيران العارض ده يعني زي ما بنقول كده بنأجر طياره، بيبقى شركه او تور اوبريتورز بره بيجمع يملى الطياره بنسبه 65% من عدد ركابها على الاقل ويبتدي يتحرك ويتوجه الى الديستنيشنز اللي مصر محدداها على اساس ان هو نوع من انواع التحفيز، انه هياخد فلوس مقابل ان هو يجيب الرحلات دي لهذه المدن، وبالتالي ده نوع من انواع التنشيط للسياحه اللي بنشتغل عليه. تمام. طب استاذ باسم ده بيتم على طول ولا دي تعتبر خطوه جديده يعني؟ لا الموضوع مش جديد، احنا يعني اشتغلنا فيه سنوات طويله وثبت نجاح كبير. يمكن المره دي زادت عدد المدن اللي داخله في بالظبط تسع مدن، وده طبعا يعني بيركز على مدينه زي العالمين مطارها يشتغل، مدينه زي مصر لما تروح تبتدي مطارها تشتغل، وتبتدي جنبا الى جنب، لان كان كله زي ما حضرتك عارفه مركز على شرم الشيخ وعلى الغردقه فضلا عن الاقصر واسوان. طيب بنكمل مع حضرتك ومع مشاهدينا أخبارنا وبنروح إلى الأقصر، والحقيقة إحدى الفعاليات العالمية الفريدة اللي يعني لم تقم في محافظة الأقصر من عام 1933. بنتكلم عن أنه الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للطيران والرياضات الجوية بتواصل فعالياتها في إطار دورتها رقم 112 والتي تستمر حتى الغد الأحد بمدينة الأقصر، وذلك بعد مرور أكثر من 85 عام منذ استضافة مصر هذا الاجتماع وتنظيمها لأول رالي عالمي للطيران، ده كان عام 1933. وحضر هذه الفعاليات ما يقرب من 300 مشترك من أكثر من 120 دولة أوروبية وعربية. أستاذ باسم يعني أهمية إقامة هذه الفعاليات في مكان سياحي وأثري هام جدا في مصر زي مدينة الأقصر، ويعني من مدة طويلة جدا من 85 سنة ما أقامتش في الأقصر. عايز اقول ان مصر بتعود من جديد.
معنى استقبال مصر وإقامة واستضافة مثل هذا المهرجان الدولي للطيران في مدينة جميلة زي مدينة الأقصر يعتبر يعني طفرة مهمة جدا، لأن احنا بنستعيد مرة أخرى بعد غياب أكثر من 85 سنة. 85 سنة يعني جيل جه وجيل مشي، وبالتالي وجودها على الأرض المصرية وفي مدينة الأقصر ده بيدي ثقة في السياحة المصرية، بيدي تأكيد على أهمية هذه المنطقة لاستقبال مثل هذه الاحتفالات الجوية. وطبعا زي ما بنقول كده الميديا العالمية بتنقل هذه الأخبار، وبالتالي ده نوع من أنواع تحفيز السفر للأقصر ولمصر بشكل عام، وعودة مصر في هذه الاحتفاليات والمهرجانات الجوية مرة أخرى كأحد الأماكن الهامة اللي بتقام فيها دوليا. وعلى فكرة مش للطيران بس، ده الأقصر وأسوان بدأوا يستقبلوا عدد كبير من الجمعيات العمومية لمنظمي الرحلات لعدد كبير من شركات السياحة، فده مؤشرات طيبة، وبنقول إن مصر موجودة في قلب المشهد الدولي في كافة الفعاليات. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن الأقصر وتنظيم رالي عالمي للطيران، وده من سنة 1933 دي المرة الثانية. بنتذكر أيضا مهرجان البالون الطائر كان في الأقصر بالزبط. الحقيقة من يمكن سنة وإحنا كنا متابعين طبعا هنا في المجلة السياحية هذه الفعاليات اللي يعني يمكن يطلق عليها سياحة السياحة الرياضية، يعني نمط سياحي ضمن السياحة الرياضية بالضبط. وهذا الملف ملف مهم جدا، وأنا يمكن في كل لقاءاتي بتكلم على أهمية اهتمامنا في مصر بالسياحة الرياضية، لأن هذا الملف إذا إن احنا احتويناه بشكل كامل هيملأ عندنا الأجندة السياحية فعاليات ليس فقط لمدينة معينة ولكن على مستوى المدن السياحية المصرية. يعني نمط سياحي جديد أكيد محتاج إن احنا نهتم بيه أكتر من كده عشان يكون عندنا طبعا تنوع في الأنماط السياحية المختلفة. بنتكلم عن الآثار وتحديدا التعاون مع الصين في البعثات الأثرية. توقع وزارة الآثار مذكرة تفاهم مشتركة مع معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية، وذلك لتنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار والمشروعات البحثية وبناء القدرات وتبادل المعارض المؤقتة والبعثات الأثرية، بالإضافة إلى رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري والصيني وحمايته والحفاظ عليه. يأتي هذا على هامش لقاء الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع نائب رئيس جمهورية الصين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك خلال زيارته لمعبد الأقصر. كما استقبل أيضا على جانب آخر استقبل أيضا وزير الآثار الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث السعودية، حيث تجولوا داخل الصروح المختلفة للمعبد وشاهدوا واستمتعوا بروعة وعظمة الفراعنة في البناء والتشييد والفنون. أستاذ باسم، يعني التعاون مع الصين في مجال الأثار والبعثات الأثرية والأبحاث الخاصة بالأثار كيف يمكن أن ينعكس أيضا على حركة السياحة الوافدة من الصين؟ الحقيقة احنا ابتدينا نشعر بها في الأعوام الأخيرة الماضية. هو دولة الصين من الدول الصديقة لمصر، ويمكن سيادة الرئيس عمل زيارة مهمة جدا للصين لتفعيل التعاون في كافة المجالات، ومن ضمن هذه المجالات التعاون مع وزارة الأثار فيما يتعلق بالحفظ على الأثار. هذه الزيارة تعتبر زيارة مهمة للغاية، لأنه طبعا بيتم إطلاع الجانب الصيني على ما لدينا من أثار وتعاون وتراث ممكن أن احنا نعتمد عليه في استقبال عدد من السياحة الصينية. كل ما بنزيد التعاون الاقتصادي ما بيننا وما بين الدول، التعاون الثقافي، كل ده بيؤثر إيجابا على تنشيط الحركة السياحية. دولة الصين من الدول الكبيرة، ويمكن اقتصادياتها بدأت ترتفع بشكل كبير، ومعدلات دخل الفرد بدأت تزداد، وبالتالي بدأت تصدر سياحة للخارج. حصة مصر من السياحة الصينية يعني احنا شايفين انها اقل مما يجب ان تكون. الشركات السياحة المصرية بتسعى حاليا بالتواصل مع شركات السياحة الصينية لاستقبال عدد كبير من الرحلات. عايزين نقول ان بدأ يطلع طيران شارتر مباشر من الصين متوجه الى مدينة الأقصر ايضا، ويبدو ان مدينة الأقصر محظوظة خلال السنوات الأخيرة دي في استقبال كافة الفعاليات والمهرجانات، فاحنا سعداء بهذا. صحيح، ويمكن كمان مؤخرا كان في اجتماع غرفة شركة السياحة البلجيكية وايضا يعني اتكلمنا عن هذا الموضوع في المجلة السياحية. منظمة السياحة العالمية عملت فعاليات.
بنروح إلى الوادي الجديد وافتتاح عدد من المشروعات. افتتح دكتور خالد العناني وزير الآثار المرحلة الأولى لأول حديقة حيوان بمدينة الخارجة في الوادي الجديد، وده بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه. جدير بالذكر أن زيارة الوزير للمحافظة تأتي لتفقد عدد من المشروعات الأثرية وتفقد أول مشروع للسياحة العلاجية بمنطقة جناح بالخارجة، والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة. أستاذ باسم، الوادي الجديد يعني يمكن مكان مش ملقى عليه الضوء بالشكل الكافي، لكن واضح ان هو مؤهل لاحد الانماط السياحيه ايضا مش بيها اهتمام كافي برضو، السياحه العلاجيه بالاضافه الى عدد من المشروعات اللي ممكن يكون ليها صدى في جذب الزائرين لهذه المنطقه. ازاي نهتم بالوادي الجديد ونروج ليه سياحيا في الفتره المقبله بشكل كافي؟ عايز اقول لحضرتك انه الوادي الجديد من المدن السياحيه البكر المهمه جدا للغايه، ويمكن توجهات الدوله حاليا لتنشيط السياحه وادخال الوادي الجديد بالشكل الذي يجب ان يكون اللائق بهذه المحافظه العريقه ضمن المدن السياحيه اللي موجوده. عايز اقول يمكن عندنا في السياحه الداخليه بدات يمكن وزاره الشباب والرياضه بتنظم فعاليات هتبدا اسبوعيا لمده 6 ايام في الوادي الجديد للشباب ولادنا في المصريين سواء في المدارس او في الجامعات او حتى في مراكز الشباب لزياره هذه المنطقه. هذه المنطقة أعتقد أنها لها مستقبل كبير جدا فيما يتعلق بالسياحة العلاجية والاستشفائية، ويمكن هناك مشروعات استثمارية مطروحة حاليا في المحافظة وفي هيئة الاستثمار لتحفيز المستثمرين لإقامة مشروعات ومنشآت سياحية في هذه المنطقة. طب هل هي بكده بس بالمقومات دي تعتبر مقصد للسياحة الداخلية فقط ولا أيضا للسياحة الخارجية؟ لا، هي طبعا للسياحة الخارجية يمكن أكتر كمان من السياحة الداخلية، لأن السياحة الخارجية هو ممكن عودة إلى البيئة وعودة إلى الطبيعة، وهذه الشروط متوفرة في هذه المنطقة. وبالتالي يمكن أعتقد أن الاستثمارات بمستوى البيئي في إقامة منشآت بيئية، بدل ما نقول هنشغل الكهرباء هنشغل الشموع هنبتدي يعني، ودي على فكرة من أغلى أنواع السياحة في العالم. عندنا فندق شهير الحياة في واحد سيوة بيعتمد على كل شيء طبيعي، يعني بيعيد الإنسان مرة تانية إلى الحياة الطبيعية في أولها يعني. وليها جمهور كبير بيطلب مثل هذه الرحلات، وعلى فكرة دي أغلى ما بيقيم في فندق 5 نجوم. نقدر نعمل التجربة دي أيضا في الوادي الجديد. لسه بنتكلم عن الآثار وبنتكلم عن الكشوف الأثرية، وبنروح لمنطقة المطرية. كشفت البعثة الأثرية التابعة لجامعة عين شمس والعاملة بمنطقة عرب الحصن بالمطرية كشفت عن مقصورة احتفالات الملك رمسيس الثاني كاملة بمنطقة آثار عرب الحصن بالمطرية. هذه المقصورة استخدمت لجلوس الملك رمسيس الثاني أثناء الاحتفال بأعياد تتويجه وعيده اليوبيلية المعروف عند المصري القديم بحب سد، وربما استمر استخدام هذه المقصورة لهذا الغرض طوال عصر الرعامسة. أستاذ باسم، يعني منطقة المطرية مش بس الكشف الأثري الأخير ده، لكن هي الحقيقة ثرية بالعديد من الآثار والتماثيل المصرية القديمة الضخمة جدا الحقيقة. يمكن احنا كنا شاهدنا العام الماضي نقل أحد هذه التماثيل الضخمة، لكن ما زال المزيد موجود في هذا المكان. إزاي نقدر نستغل كل هذه القطع الأثرية وإمكانية أنها ممكن تكون متحف مفتوح؟ هو يعني أنا عايز بس أقول انه اكتشاف هذه المقصوره لجلوس الملك رمسيس الثاني على العرش في اثناء اي احتفاليات بتبقى موجوده ده يعتبر اكتشاف مهم جدا. واعتقد انه يعني اتمنى انه السيد وزير الاثار ينقله لمكان زي المتحف الكبير. هذه منطقه المطريه اعتقد انها محتاجه رعايه واهتمام من المحافظه والحي لاعاده تاهيلها من حيث الطرق الشوارع الامكانيات النظافه الكلام ده كله، بحيث تبقى مؤهله لانها تعتبر منطقه سياحيه هامه. واعتقد بتاهيلها هتشجع وتساعد ان احنا نحط هذه المنطقه ضمن البرامج السياحيه للزيارات،
المطارات. منطقة المطارية الحقيقة يعني منطقة تعتبر من المناطق القديمة وفي عمق الزمن، وبدليل أنه ما يكتشف منها كل يوم. ويمكن هذه المنطقة والمناطق المحيطة كلها يعني تكون قائمة على عدد كبير من الآثار، فأعتقد أن احنا لو اهتمينا بهذه المنطقة هنكتشف حاجات كتيرة تفك ألغاز كبيرة من الحضارة المصرية القديمة. طيب هل وجود الآثار بهذا الشكل يعني وسط التجمعات السكنية بشكل يعني انها كانها في الشارع بشكل متاح للجميع، هل ده بيصعب انها تكون مزار سياحي بشكل كبير زي المتاحف؟ الحقيقه طبعا هذه المنطقه انا تخوفاتي الشخصيه انه طبعا احنا عارفين عمليه الصرف الصحي، المياه، كل ده بيأثر على التربه اللي في الارض وبالتالي بيأثر على الاثار. اعتقد انه وزاره الاثار عليها انها تحط يعني قواعد او اسس معينه للحفاظ على كردون حوالين هذه المناطق التي يتم استكشافها. يمكن وجود الاثار بشكل عام في الشوارع بشكل يعني غير امن عليها ده اعتقد بيعرضها للخطر، بيعرضها للخطر جدا. واتمنى من الساده المسؤولين عن تامين هذه المنطقه ان هم يبتدوا يفعلوا التأمين ليها في أسرع وقت ممكن، لأنه النهاردة ممكن أي حد بيعمل أساسات لعمارة ممكن يكتشف تحتيها آثار. يعني أكيد بنتمنى الاهتمام فعلا بمنطقة المطارية لأنها ثرية بالعديد من الكشوف الأثرية الرائعة الحقيقة جدا لا تقل عن التماثيل الضخمة الموجودة مثلا في المتحف المصري بالتحرير. بنستكمل أخبارنا وبنروح أخيرا إلى السياحة العربية وتحديدا السياحة والأثار في ليبيا. تضررت المواقع الأثرية في ليبيا بسبب انعدام الأمن وعمليات النهب خلال الفوضى والقتال اللذين أعقب الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في عام 2011. طبعا ده بيأتي مع تنافس فصائل متناحرة للسيطرة على البلاد، وهو ما يمثل تحدي للسلطات المحلية التي تحاول حماية الآثار الموجودة التي وضعت في قائمة التراث المهدد بالخطر. خلونا نتعرف عن قرب أكثر وذي التفاصيل عن الآثار والتراث الموجود في ليبيا الشقيقة من خلال التقرير التالي. نتكتذب في مضض السائحين لكنها أصبحت الآن مهملة وهدفا للتخريب. إنها مدينة القيروان في شرق ليبيا التي تغطي جدران آثارها كتابات ورسوم، وأنشأها اليونانيون قبل أكثر من 2600 عام، ووسعها الرومان في زمن لاحق في منطقة جبلية على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق بنغازي. تضم ليبيا خمسة من مواقع التراث العالمي المدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو لقيمتها العالمية، ومن بين هذه المواقع آثار لبلدة الكبرى وصبراتة التي تشتهر بمسارحها الرومانية، وتضم أيضا نقوشا على الحجر من قبل التاريخ في جبال أكاكوس في عمق الصحراء الجنوبية قرب الحدود مع الجزائر. وإلى الشرق كان سائحون يتوافدون في الماضي على القيروان، لكن مع غياب السائح الأجنبي لم تعد تزور الموقع إلا الأسر الليبية، واستولى سكان محليون على أراض بالموقع، بل وشوه مخربون الأعمدة والجدران الأثرية بالكتابة والرسم عليها. انتهاكات كبيرة جدا جدا، ولا زالت حتى اليوم حتى الساعة اللي احنا قاعدين نعكم فيها لا زالت في انتهاكات، رغم محاولات مراقبة الآثار الشحات مصلحة الآثار وجهاز الشرطة السياحية للحد من هذه الظاهرة، لكن لا زالت متفشية بسبب توازي قوة الردع ما بين المواطن وما بين الأجهزة الأمنية. وفي ظاهرة إيجابية تم استعادة حوالي 1700 قطعة أثرية منذ عام 2011 بعد نهبها داخل البلاد، ولكن جرى تهريب الكثير خارج البلاد. أما صبراتة فقد شهدت قتالا بين فصائل متناحرة، ووجهت اليونسكو نداء العام الماضي لحماية الموقع، ولم يحصل الموقع على أي مساعدة. الدعم بصفة عامة بالتحديد لهذا الموقع نظرا للظروف، لا نعلم ما هي الظروف، لكن لا يوجد لدينا دعم، كل ببعض المجهودات الذاتية من مصلحة الأثار ومن مراقبة أثار طرابلس وبعض الخيرين. وقد تعطلت جهود حماية الآثار بسبب الاضطرابات التي تعاني منها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011،
وزادت التحديات بعد سن قانون عام 2013 مما يسمح للسكان باستعادة أراض جرت مصادرتها في عهد القذافي، وطبق البعض ذلك فضم ما يرى أنه يستحقه من أراض. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، ودلوقتي معاد وقفتنا الحوارية. طبعا السياحة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع الطيران والمطارات، وبينعكس على حركة السياحة الوافدة ما يتم داخل قطاع الطيران من تطوير أو تحسين خدمات أو ما إلى ذلك. احنا طبعا ملاحظين في الفترة الأخيرة اهتمام بهذا القطاع، سواء بتحديث أسطول مصر للطيران الناقل الجوي الأساسي للرحلات السياحية، أو أيضا تأمين المطارات والإجراءات وما إلى ذلك يعني تحفيز السياحة الوافدة وإثبات أن لدينا مطارات آمنة بالطبع كما في دول العالم المتقدمة. بالإضافة لده طبعا افتتاح مطارات جديدة يمكن أن تضيف إلى المطار الرئيسي مطار القاهرة الدولي. من هنا الحقيقة بنتكلم النهاردة عن مطار سفينكس الدولي الجديد، وإيه اللي هيضيفه لحركة السياحة الوافدة ودوره في جذب المزيد من الرحلات السياحية. طبعا هذا المطار مصمم بشكل خاص أنه يستوعب الطائرات العملاقة، والحقيقة أنه يضيف بالفعل إلى مطار القاهرة، ومصمم أيضا وموجود بالقرب من المناطق الأثرية والمناطق السياحية. هو طبعا قريب من المتحف المصري الكبير، وبالفعل تم افتتاح المطار وتم بدء العمل به، وربما استقبل أيضا بداية الرحلات الوافدة. دوره في المساعدة والمساهمة في جذب المزيد من حركة السياحة من مختلف دول العالم، تحديدا بنتكلم عن رحلات تشارتر وأيضا رحلات اليوم الواحد. كل ده الحقيقة هنحاول نتعرف عليه وأهمية هذا المطار من خلال حوارنا مع ضيفنا اللي مازال مشرفنا فيه الاستوديو، أستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين. أستاذ باسم، يعني حضرتك كنت بتتكلم عن أهمية هذا المطار، والحقيقة مرحب جدا بفكرة إنشاء مطار جديد غير مطار القاهرة الدولي. في البداية توضح للسادة المشاهدين أهمية هذا المطار. طبعا احنا مطار القاهرة الدولي هو كان المطار الوحيد اللي بيستقبل كافة الرحلات الدولية، وبالتالي كان عنده زحمة كبيرة جدا من استقبال الطيارات، وكان غير مسموح باستقبال الطيارات الشارتر في مطار القاهرة، وكانت بتتوجه الطيارات الحقيقة لمطار النزهة في اسكندرية او اي مطار من المطارات القريبة في المحافظات. النهاردة بافتتاح مطار زي مطار سفينكس ويبتدي يخش للخدمة، بالمناسبة هذا المطار تم تسجيله بالفعل في ضمن المطارات الدولية اللي موجودة في سكدول العالم كله، وبدأ يبتدي يخش في الخدمة في استقبال الطيارات الشارتر. وجود مثل هذا المطار الهام لاستقبال رحلات الشارتر هو بدأ يخف ضغط على مطار القاهرة، وبدأ يفتح أبواب لفرص الرحلات لمحافظة الجيزة، محافظة القاهرة، لزيارة الأثار اللي موجودة سواء الأهرامات أو المتحف الكبير أو غيرها. طبعا الرحلات اليوم الواحد عايزين نقول أنه لو فوق سياحي توجه إلى مدينة زي الأقصر أو أسوان يقدر بخلال بعد ساعة زمن وصل إلى مطار سفينكس، وبدأت العربيات السياحة بدأت تاخده للزيارات اللي يقدر يعملها، ويقدر يرجع في نفس اليوم إذا حب يبيت تاني في أي مكان أو أي نقطة في المحافظات أو المدن السياحية في القاهرة. ده بيفتح مجال كبير جدا أمام ما تقوم به الحكومة المصرية من التنمية المستدامة في 2030. طب إزاي بيعتبر يعني هذا المطار الجديد مطار سفينكس الدولي زي ما بيعتبره البعض الحقيقة كنز استثماري؟ يعني لو نوضح لمشاهدينا إزاي ممكن ده يكون؟ اولا الممرات الموجوده في المطار يعني تم تجهيزها انها تستقبل الطائرات العريضه الكبيره، وده بيدي مساحه لعدد كبير من الطائرات انها تقدر تهبط في هذا المطار. عايزين نقول ان المطار مكون من صاله السفر وصاله الوصول بقوة 150 راكب للسفر و150 راكب في الاستقبال، يعني بيقول بطاقة إجمالية 300 راكب في الساعة. عايزين نقول أنه تم تجهيز هذا المطار بمنطقة للجوازات ومنطقة للفحص الأمني وللركاب، وخاصة بالجمارك، خاصة بكل يعني يعتبر مطار
كامل متكامل. الحقيقة مصر بتخوض يعني المستقبل بمثل هذا المطار والتوسع في مثل هذه المطارات بشكل كبير جدا، لأنه عايزين نقول أنه بوجود هذا المطار ووجود البارك الكبير اللي بيشيل ما يقارب من حوالي 500 أوتوبيس سياحي، ده هيفتح مجال وأفق كبيرة جدا لدعم الاقتصاد المصري، لأنه طبعا ده حل مشكلة كبيرة كان بيعاني منها القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، عدم وجود مطار بجانب مطار القاهرة الدولي لاستقبال رحلات الشارتر. طب الموقع بتاع مطار سفينكس الدولي الجديد، يعني الموقع قريب من القطار زي ما احنا قلنا، الحقيقة هو قريب من المتحف المصري الكبير اللي 12 كيلو وصل. صحيح، يعني بالفعل احنا خلاص بنجهز استعدادات لافتتاحه وان شاء الله في الأشهر المقبلة. ازاي نقدر نستفيد من قرب هذا المطار من هذه المواقع الأثرية الهامة؟ طبعا ما فيش سياحة من غير طيران، ووجود الطيران ووصوله إلى هذه المنطقة بيبعد حوالي 12 كيلو عن المتحف الكبير. معنى ده أنه في خلال أقل من نص ساعة ممكن يكون وصل إلى الزيارة اللي خاصة بالمتحف الكبير، وإحنا عارفين المتحف الكبير أيضا قريب من الأهرامات وسفينكس أو أبو الهول. فبالتالي هذه المنطقة ومنطقة الصوت والضوء، فكل المناطق السياحية اللي موجودة في المنطقة في خلال أقل من نص ساعة أو ساعة ممكن يكون وصل ليها بعد خروجه من المنطقة. المطار. عايزين نقول ان هذا المطار ايضا قريب من مدن 6 اكتوبر يقدر بيخدم عليها، قريب من محافظة الجيزة بشكل عام، بني سويف، المنيا، بعض المحافظات في الوجه البحري كمان يقدر يخدم عليها زي المنوفية ومدينة السادات، كل دي مناطق مهمة جدا. عايزين نقول كمان انه طبعا احنا عندنا يمكن العاصمة تعتبر متداخلة ما بين القاهرة والجيزة مع بعض، فبنقدر نقول انه يقدر كمان يوصل للمتحف المصري في ميدان التحرير، يقدر يروح الكنيسة المعلقة، يقدر يقضي يومه في محافظة القاهرة. الحقيقة هذا المطار بوجوده هو يعتبر نقلة نوعية كبيرة جدا. عايز أقول لحضرتك يمكن هذا الخبر بافتتاح هذا المطار يعني أسعد كل العاملين في القطاع السياحي، لأنه بدأ يفتح فرص كبيرة جدا لإعداد السواح اللي ممكن ييجوا خاصة للقاهرة والجيزة، لأن الفترة اللي فاتت بوجود الشارتر في شرم الشيخ والغردقة فكانت تتركز الرحلات في هذه المدن، النهاردة القاهرة والجيزة بتخش هي كمان كأحد النقاط الهامة للزيارات السياحية. طب أستاذ باسم، يعني لما نتكلم على رحلات الشارتر أو الطيران العارض أنها تكون متاحة في هذا المطار الجديد، إزاي ده ممكن يساهم في عودة السياحة الروسية مثلا، بما أنها طبعا السوق السياحي الأساسي في مصر وهذه الرحلات متوقعة من 2015؟ هو طبعا في الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم الإعلان عن أنه قريبا جدا هتبدأ عملية الطيران الشارتر لكل المناطق أو كل المطارات المصرية. الطيران ليس فقط لشرم الشيخ والغردقة، النهاردة بنضيف مطار جديد في يعتبر مطار سفينكس في الجيزة، فده يعني هيساعد على عملية زيادة الاستقبال للرحلات الشارتر اللي بتيجي كمان من روسيا. روسيا تعتبر من الأسواق المهمة لينا جدا، ويمكن حلم أي روسي أو أي غيره من كل الجنسيات أنه هو يشوف الأهرامات وأبو الهول، فوجود هذا المطار هيساعد بشكل كبير جدا على زيادة الأعداد السياحية لهذه المناطق، وبالتالي الأعداد السياحية دي محتاجة أنها تقيم في الفنادق، وبالتالي هيبتدي فنادقنا يبتدي يزداد عدد التشغيلات اللي موجودة فيها وزيادة الليالي السياحية، ويمكن كمان شركات السياحة يبتدي في حركة مستمرة من المطار إلى المناطق السياحية في التسكين، وده بيدي عبء الحقيقة كبير برضو على الناحية الأمنية، إن احنا نتمنى بإذن الله أنه هذا المطار يعني في دخول الخدمة والتجهيزات الأمنية اللي تمت فيه هتساعد بشكل كبير على ازدياد الحركة السياحية زي ما احنا قلنا، وكمان وجوده على طريق مصر اسكندرية الصحراوي ده بيدي إضافة كبيرة جدا في ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة في تحسين الطرق سواء برية أو جوية. والتوجه إلى المناطق اللي محتاجة بالفعل التنمية، يعني زي ما كنا بنتكلم الحقيقة في الأخبار إن احنا بنتوجه في التحفيز للرحلات الطيران أو السياحة، برنامج السياحة بنتوجه لمقاصد سياحية جديدة، العلمين الجديدة زي ما تكلمنا مطروح، وكنا بنتكلم عن الوادي الجديد أيضا، والفيوم كمان دخلت كمان يعني هيخدم فيها بشكل كبير. طيب إيه المعوقات اللي بتقابل شركات السياحة إنها بالفعل إنها تقدر تشتغل على هذا المطار الجديد؟
هو الحقيقة طبعا تم فتح باب تقديم الطلبات للشركات السياحية الراغبة أن يكون لها مكتب داخل هذا المطار. أعتقد أن الدولة بدأت تساعد في تسهيل عملية استئجار مكان أو وحدة في داخل هذا المطار للتشغيل. يمكن الكات المعوق لأمام شركات السياحة أنه لما بيجي طيران لازم ينزل في أقرب مطار كشارتر، لما ينزل في شرم أو الغردقة أو اسكندرية أو حتى أسيوط أو في أي مكان من المحيط، لكن بعيد دايما عن العاصمة. النهاردة يمكن المعوقات دي النهاردة بدأت تزال بافتتاح هذا المطار. وعايزة برضو يعني أقول لحضرتك أنه كمان هناك مطار آخر هو مطار القطامية، وبيدخل الخدمة ويعتبر من المطارات اللي تم تسجيلها في الاتحاد الدولي للطيران كأحد المطارات الدولية المعتمدة، وده أيضا هيخدم على رحلات الطيران الشارتر إلى جانب مطار القاهرة الدولي إلى جانب مطار سفينكس، فيعتبر كده مطارات مهمة جدا. هناك مطار ثالث في العاصمة الإدارية الجديدة سيتم الانتهاء منه قريبا وافتتاحه. أعتقد أنه مصر بتدخل مرحلة يعني جديدة نحو العالم بحتة الطيران أو التحرك من خلال الطيران، لأنه هو طبعا بيحفظ الوقت وفي سرعة في السفر من مكان إلى مكان، فأعتقد ده هيخفف كمان عبء الحركة البرية على الطرق بتاعتنا. وفي نفس الوقت برضو الدولة لم تهمل عملية الصيانة للطرق بتاعتنا، وحضرتك شفتي حتى زيادة السرعة بدأت تزيد من 90 صحيح الاهتمام طبعا بالبنية التحتية في الطرق والكباري تحديدا، احنا الحقيقة بنلاحظ فيها طفرة واضحة في الفترة الماضية مؤخرا. طيب أستاذ باسم، واحنا بنتكلم على هذا المطار الدولي الجديد ودخوله الخدمة بالفعل، يعني ده بيفتح الباب أمام يعني بنتكلم عن أماكن أخرى مرشحة لأن يكون فيها مطارات تسهل أيضا حركة السياحة. من وجهة نظر حضرتك أي الأماكن مرشحة أن يكون فيها مطار على غرار مطار سفينكس الدولي؟ احنا عندنا طبعا مدينة العالمين الجديدة، طبعا هناك مطار تحت الإنشاء، طبعا عندنا مطار مطروح، اعتقد يعني منطقة وسط الصعيد من بعد المنيا اعتقد هي محتاجة برضو مطار. واعتقد لو احنا بدأنا نشتغل على ملف الطيران والمسافة ما بين مرسى علم وما بين الغردقة، اعتقد في المنطقة دي محتاجة برضو طيران يخدم كمان على مطار مرسى علم اللي موجود ومطار الغردقة. الحقيقة كل مكان عندنا مطارات بتخدم فيه نقاط معينة وتخدم المنطقة المحيطة بيها، وكل ما زاد عدد المطارات اللي موجودة عندنا كل ما زادت حركة السفر وحركة السياحة بالنسبة لنا. طيب يعني أخيرا أستاذ باسم، عشان المطار بالفعل يحقق النتائج المرجوة منه ويكون ليه مردود واضح على حركة السياحة وتنشيط السياحة، المفروض يكون يعني إيه الأليات اللي يتم اتباعها في الاعتماد على هذا المطار؟ طبعا احنا عارفين انه مطار سفينكس يعتبر من المطارات الجديدة. هذا المطار بيتم حاليا استقبال الرحلات بتاعته ودخوله في ضمن الجدول للرحلات. احنا يمكن بدأنا في السياحة في التواصل مع منظم الرحلات في الخارج بحيث توجيه اول رحلات سياحية تنزل هذا المطار لاستقبال الناس. الساعة بتاعت المطار زي ما قلنا لحضرتك 150 راكب في الساعة في استقباله، فبالتالي في عندنا أكثر من 6 كونترات للجوازات لفحص الجوازات ومنح التأشيرات اللي تخش للبلاد، عندنا مكان للجمارك فيها برضو لإنهاء سرعة الإجراءات. طبعا كل الإجراءات دي كلها بتساعد على سرعة إنجاز الإجراءات للسائح اللي بيبتدي يجي. إحنا كل اللي بنعمله إن إحنا بنحتاج بعد إنهاء الإجراءات وسرعتها استقبال السياحة، ونبتدي نتوجه بهم بأوتوبيساتنا السياحية إلى الفنادق اللي هيبتدي يقيموا فيها ونبتدي ننفذ البرنامج. كل ما بيكون فيه رحلات زيادة تبتدي تشتغل، ده بمعناه أنه في ركاب جداد بيبتدوا موجودين على هذه الطيارات هيبتدي يعني يقيموا برحلاتهم السياحية. عايزين نقول أنه في يقدر المطار يستقبل 9 طائرات موجودة في داخل المطار موجودة أو على أرض المطار، وده طبعا يعتبر خطوة مهمة جدا. نتمنى بعد التشغيل
التشغيل، وإذا ما رأينا أن هذا الموضوع يستدعي أن احنا نعمل توسعات أكتر لهذا المطار، أعتقد أنه هيحتاج بعد فترة. يعني بالفعل مطار سفينكس الدولي الجديد به العديد من المقومات والعناصر اللي بتؤهله بالفعل أنه هو يكون عنصر مهم جدا لجذب المزيد من حركة السياحة وانتعاش السياحة إلى هذه الأماكن الأثرية الهامة. نشكر حضرتك جدا أستاذ باسم حلقة نقيب السياحين، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا أيضا نشكركم على حسن المتابعة، والأسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة من المجلة السياحية.